السلام عليكم. اليوم نختتم ملفات الحصاد السنوي لعام 2017. نتناول الملف الإنساني والذي سنعرج فيه على أهم الأرقام والأحداث الإنسانية التي مرت بها اليمن العام الماضي. ضحايا الحرب والقصف والقنص وضحايا الألغام وضحايا القتل خارج القانون وضحايا الأوبئة والمجاعة وانعدام الأدوية وضحايا الإهمال من الجرحى. آلاف من الأبرياء من سجلتهم أقلام الراصدين ومن أغفلتهم. تطويهم سنة 2017. يمضون كعناوين رئيسية لأمر واحد بدأ في حياة اليمنيين وانتهى بقتلهم، الانقلاب. كارثة من أسوأ الكوارث الإنسانية التي تخلفها الحروب تقابلها جهود إنسانية لا تتوازى مع حجم المآسي التي شهدها العام المنصرم. رغم الحديث المتكرر عن أرقام كبيرة من المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية في شتى المجالات، تتحدث المملكة عن أكثر من 8 مليار دولار، وتتحدث الأمم المتحدة عن أكثر من مليار، ودول كثيرة تتحدث عن ملايين الدولارات التي خصصت أو دفعت لدعم الإغاثة والانتشار للوضع الإنساني المتردي في اليمن خلال العام 2017. يسأل اليمنيون أين تذهب هذه الأموال وكيف تصرف، ويسأل مراقبون لماذا لا تنفذ البرامج والمشاريع المعلن عنها، ويسأل العالم لماذا تتوه المشكلة الإنسانية في اليمن. ترتفع الأصوات المطالبة بإنقاذ الوضع الإنساني، ومعها ترتفع الأزمة الإنسانية وتزداد تدهورا، من تجنيد الأطفال إلى انتهاكات بحق المرأة وانتقالا للتعذيب الوحشي في سجون الحوثي والإمارات والكيانات الإرهابية، إلى ضياع عام دراسي على الطلاب في مناطق الانقلاب، وسلسلة من معاناة شعب بات يتوق للخلاص واستعادة دولته لإنهاء كل هذه المآسي. مشاهدينا الكرام، كان العام 2017 عاما سيئا للإنسان اليمني، فهل ستنتهي آلام اليمنيين بانتهائه؟ نأمل ذلك. تقرير يوجز لنا أبرز أوجه العناء الإنساني لـ 2017، ويتبعه مباشرة حوارنا لهذه الليلة. مثل عام 2017 إضافة ثقيلة في ملف انتهاكات حقوق الإنسان باليمن كأحد فصول الحرب المشتعلة منذ 3 سنوات. ملف القتل خارج القانون كان أكثر الملفات وجعا وكارثية، حيث سقط خلال العام آلاف الضحايا المدنيين، سواء من قبل ميليشيا الحوثي التي تقصف المدنيين في تعز والبيضاء ومأرب، أو من قبل التحالف الذي استهدف آلاف المدنيين الذين سقطوا بين قتلى وجرحى. ميليشيا الحوثي أيضا نفذت إعدامات ميدانية لمخالفين لهم، وفجروا منازلهم بداية من محافظة حجة وانتهاء بتعز، مرورا بعمران وإب والبيضاء. الانتهاكات بحق الأطفال سجلت أرقاما قياسية، فمئات الأطفال قتلوا وأصيبوا خلال هذا العام، سواء بقصف الحوثيين أو طائرة التحالف، ناهيك عن التجنيد الإجباري للأطفال الذي تتزعمه ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها. لافتة التهجير القسري عنوان يخفي تحته قصص الآلاف من الأسر، بلاد الوافي والوازعية وتبيشعة، ومؤخرا منطقة الحيمة بتعز كانت مسرح جرائم الحوثيين في تهجيرهم الأهالي قسرا، إذ أصبحت آلاف الأسر بلا مأوى في ظل تغاضي الحكومة والمنظمات الدولية عن مأساتهم. الطائرة الأمريكية لم تكن غائبة عن مسرح الجرائم في اليمن، خصوصا في البيضاء، فقد وضعت بصمتها بقتل مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال وسط صمت حكومي مخزن. الأزمة الإنسانية في اليمن أصبحت محل أنظار العالم والمنظمات الدولية، فنداءات الأمم المتحدة دقت مرارا نواقيس المجاعة في اليمن. تصريحات أممية قالت في وقت سابق إن قرابة 18 مليون يمني بحاجة ماسة للغذاء، وأكثر من 16 مليون يمني بحاجة لمياه شرب نظيفة. ظروف الحرب والدمار ولدت بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، ففي نهاية أبريل بدأ وباء الكوليرا بالانتشار في اليمن، حيث أصاب قرابة 1 مليون شخص وقتل نحو 2000 يمني. محافظة يمنية سجلت أيضا حالات إصابة بوباء الدفتيريا ووباء الجمرة الخبيثة. خلال العام أيضا وتحديدا في شهر سبتمبر، قرر مجلس حقوق الإنسان بعد شد وجذب تشكيل لجنة خبراء دولية تدعم عمل اللجنة الوطنية التي عينها الرئيس هادي لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها.
فصول المعاناة التي يتجرعها اليمني كل يوم لا تلقى بالا من الأطراف المعنية في ظل غياب آلية حكومية أو دولية لمنع حدوث الانتهاكات أو معاقبة فاعليها. مراقبون يقولون إن منظمات حقوقية تعمل وفقا لأجندة سياسية لا حقوقية وتستثمر المدنيين في تقوية موقف طرف سياسي بعينه. دم اليمني المراق على قارعة الصمت أو الغنيمة سيظل للعام الثالث على التوالي لعنة في وجوه سافكي والمتغاضين عنه، ويبقى الخلاص من الحرب وأسبابها حلم كل يمني عانى من هذه الحرب ومن المستثمرين فيها. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معي بداية الأستاذة هدى السراري عبر الأقمار الاصطناعية من تعز من عدن من عدن. مساء الخير أستاذة هدى. مساء النور وأهلا وسهلا فيكم. أهلا بك أستاذة هدى. مرت اليمن بوضع إنساني من أصعب ما يكون ما يمكن أن يكون عليه، عام مثقل بالانتهاكات الإنسانية والحقوقية، كيف تقيمين هذا العام من وجهة نظر حقوقية؟ حقيقة نحن نمر بأزمة إنسانية أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي في كل مناحي الحياة في اليمن، ليس فقط خلال عام 2017 ولكن منذ عام 2015، واليمن يعاني من ويلات الحرب الذي أدخلته في نفق مظلم بسبب الأزمات السياسية المتكررة وبالتالي انتشار الحرب على مناطق كثيرة من اليمن، بالتالي أثرت على هذه أثر هذا على الضحايا وبالتالي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وازدياد معدل الوفيات والقتل خارج نطاق القانون، كذلك أدى إلى وجود انتهاكات عديدة ومتكررة منها تجنيد الأطفال، استهداف المدنيين وجعلهم دروع بشرية من قبل ميليشيا الحوثي، كذلك أيضا الضربات الطيران الخاطئة التي تؤدي بحياة العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء. أيضا هناك أنواع متعددة من الانتهاكات، منها منع حرية الحركة والتنقل، ملاحقة الصحفيين، الاعتقالات التعسفية، الإخفاءات القسرية، استهداف المدنيين، تفجير المنازل، زرع الألغام. حقيقة عاما مليئا بالانتهاكات، ندعي الله أن يجعل 2018 أخف وطأة مما كان عليه العام السابق. نعم، يعني نحن نمر بالسنة الثالثة تقريبا منذ الانقلاب ومنذ بدء الحرب، وبالتالي تتراكم كل هذه المشاكل الحقوقية. أستاذة هدى، لو بدأنا بتفصيل يعني بعض هذه الانتهاكات التي تفضلت بذكرها، ودعينا نبدأ مثلا بملف قصف المنازل سواء من قبل الحوثيين أو من قبل طيران التحالف، يتم قصف البيوت المدنية الآمنة، حدثينا عن هذه النقطة. بداية، وفقا لتصنيف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحرب القائمة أو الدائرة في اليمن، هو حرب أهلية مسلحة، وبالتالي هناك أطراف نزاع عليها أن تحترم حقوق الإنسان وتحترم القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وبالتالي أن تجنب المدنيين الاستهداف المباشر، وعليها أيضا أن تراعي مبدأ التناسب وفق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في ضرباتها التي تقوم بها في النزاعات المسلحة، وبالتالي على الأطراف المتحاربة تجنيب هؤلاء المدنيين من ضرباتها، أيضا عدم استهدافهم بشكل مباشر وعدم اتخاذهم كدروع بشرية، خاصة فيما يحدث من قبل ميليشيا الحوثي التي تتخذ من المدنيين دروع بشرية، وبالتالي يؤدي إلى استهداف هؤلاء المدنيين من قبل طيران التحالف أو حتى من قبل ما هو تفسيرك أستاذة هدى؟ نعم، ما هو تفسيرك لهذا الخرق يعني المتكرر من قبل أطراف المتنازع سواء الحوثي أو طيران التحالف، يعني للقانون الإنساني يعد بهذا الشكل؟ يعد هذا الاختراق يعد
يعد انتهاك بالغ للقانون الدولي الإنساني، وبالتالي على الأطراف هذه احترام حقوق الإنسان وتجنيب المدنيين، أيضا على المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان رصد هذه الانتهاكات ورفض الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وأيضا حتى الأطراف التي تقوم بهذا الاستهداف بالأرقام التي راح ضحيتها العديد من المدنيين، وعليهم أولا وأخيرا عدم استهداف المدنيين بهذه الضربات، وعدم اتخاذ المدنيين مناطق أو السكان المدنيين عليهم أن يبتعدوا فيما يحصل في هذه الحرب. نعم، اسمحي لنا أستاذة هدى أن ينضم معنا أيضا عبر سكايب الأستاذ البراء شيبان الباحث في مجال حقوق الإنسان من لندن. مساء الخير أستاذ براء. أستاذ براء، هل تسمعني؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ براء إلى أن يعود معنا. أعود إليك أستاذة هدى. أستاذة هدى، يعني كما تفضلت، يعني هناك خرق واضح لمسألة حقوق الإنسان، وأنت ذكرتي العديد من الانتهاكات التي يعني طالت المدنيين في هذه الحرب، ربما لم يترك انتهاكا واحدا إلا ويعني مورس ضد المدنيين. بالنسبة لزراعة الألغام، وأنت ذكرتي هذه النقطة وهي متكررة ربما في كثير من مناطق اليمن، ربما أكثرها تعز حسب الإحصاءات، كل من سحب الحوثي من منطقة زرعوها بالألغام، ماذا عن هؤلاء الضحايا؟ في الحقيقة المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين تعاني من انتهاك زراعة الألغام، وبالتالي عندما تنسحب هذه الميليشيا من المناطق التي كانت تسيطر عليها تقوم بزراعة الألغام، وهي خاصة الألغام الفردية والتي حددها القانون الدولي الإنساني بأنها تعد انتهاك صارخ للحق في الحياة واستهداف المدنيين بشكل أو السكان المدنيين بشكل واضح، وراح ضحيتها ليس العشرات بل الآلاف من الضحايا الذي ليس لهم أي ذنب إلا أنهم كانوا ضحايا نزاع مسلح، وبالتالي العديد من السكان فقدوا أطرافهم، العديد من الضحايا راحوا فقدوا الحياة، فقدوا أهلهم، فقدوا ذويهم، أيضا فجرت منازلهم، بالتالي أيضا أخضعهم لنزوح قصري نتيجة تفجير المنازل، أيضا زراعة الألغام، وبالتالي منعوا من دخول مناطقهم التي كانت تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي. نعم أستاذة هدى، يعني أكثر من 3,200,000 نازح داخلي تقريبا حسب الإحصاءات الأخيرة التي يعني ذكرت هؤلاء، هذا النزوح الكثيف يعني بسبب القصف، بسبب ملاحقات الحوثي، بسبب يعني قصف الطيران لبعض الأماكن أو بعض المناطق القريبة من المعسكرات، مثل هذا التهجير القسري أستاذة هدى، يعني ما هي مواقف المنظمات الدولية تجاه هؤلاء؟ يعني أين دور الحكومة أيضا في توفير المخيمات المناسبة؟ نعلم جميعا أن أغلبهم يقطنون المدارس، وكان هناك إشكالات كبيرة في بدء العام الدراسي. للأسف أدى إطالة أمد الحرب في اليمن، وها نحن ندخل العام الثالث تقريبا، نزوح الآلاف من العوائل والأسر التي كانت مناطقهم تخضع لسيطرات ميليشيا الحوثي والتي هي تحت الاستهداف المباشر لكافة أطراف الصراع، وبالتالي أدى نزوحهم إلى مناطق ليست مهيئة للنزوح وليست فيها أدنى وسائل الحياة المعيشية التي توفر لهم، وبالتالي أدى إلى ضعف وصول المساعدات إلى هذه المناطق نتيجة الاستهداف المباشر من قبل الطيران، كذلك أيضا ميليشيا الحوثي والتي كذلك تستهدف المدنيين حتى أثناء نزوحهم وبقائهم في مناطق النزوح أو مجتمعات النزوح، كذلك أيضا هذه المجتمعات لا تتوفر لها فيها بيئة صحية وظروف معيشية مهيئة من أجل المعيشة السهلة، كذلك أيضا هم يسكنون في المدارس والمدارس حتى لا تتوفر
فيها مرافق الصرف الصحي أو يمدوا بالأغذية والتحسين الصحي أيضا، انتشار الأمراض والأوبئة في مجتمعات النزوح بشكل كبير جدا، لا تصل إليهم المساعدات الغذائية أيضا المساعدات الإنسانية، عدم وصول المنظمات الدولية وتسليط الضوء على هذه الأسر النازحة ومجتمعات النزوح والتي يقطن بها العديد من العوائل، حتى قرى بحالها تقطن في هذه الأماكن التي نزحت بها، أدى إلى ضعف وصول المساعدات الغذائية، وبالتالي الحالة المعيشية لهؤلاء الأسر صعبة جدا. كذلك أيضا ضعف وصول المنظمات المحلية التي ترفض المنظمات الدولية بالأعداد الصحيحة لتفاقم الأزمة للنزوح أيضا أدى إلى عدم وصول المساعدات الغذائية بشكل كافي إلى هؤلاء. نعم. عند هذه النقطة أستاذة هدى دعينا نشرك حوارنا الضيفي عبر سكايب الأستاذ البراء شيبان الباحث في مجال حقوق الإنسان من لندن. مساء الخير أستاذ براء. مساء النور واهلا وسهلا مره اخرى لك وللاستاذه هدى. اهلا بك استاذ براء، كنا تحدثنا عن العديد من الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال عام 2017، وصلنا الى نقطه المنظمات المحليه وضعف ادائها في الداخل وعدم سهوله وصولها الى مناطق النزاع، وبالتالي ايضا يعني عدم رفض المنظمات الدوليه بارقام لكل ما يحدث من انتهاكات. انت استاذ براء كيف تقيم دور المنظمات المحليه والدوليه تجاه الوضع الانساني خلال عام 2017؟ أعتقد دائما عندما يتم الحديث عن المنظمات الدولية ودورها في 2017، في 2017 بدأت المنظمات أعتقد بسقف كان مرتفع جدا، كانت تتوقع أن لديها خطة بإمكانها أن تستجيب للتحديات الماثلة أو التحديات الإنسانية في اليمن، ولكن مثل ما كان متوقع لا زالت المنظمات الدولية والمنظمات المحلية لا تستطيع الإيفاء الكامل أو لا تستطيع أن تستجيب بنفس حدة تدهور الوضع الإنساني في داخل اليمن. يجب أن نشير في البداية أنه كل هذه هي تراكمات منذ بداية الانقلاب على الدولة. سبب هذا الانقلاب كارثة إنسانية بمعنى الكلمة. كان يتوقع الكثيرون حتى بما فيها الكثير من المراقبين ان لان اصلا الدوله كانت ضعيفه من قبل ان الوضع الانساني لن يتردى الى هذا النحو، ولكن اعتقد انه استطعنا ان نقيم على الاقل حتى في العام 2017 انه كلما تاخرت الدوله في العوده ومؤسسات الدوله في العوده كلما سيدفع المواطن اليمني ضريبه اكبر مما كنا نتوقعها في السابق، فكلما نصل الى مرحله نتوقع ان هذه هي الازمه الانسانيه، هذا هو مداها، هذا هو حدها، تثبت الأيام أن أي يوم يتأخر فيها عودة الدولة يدفع المواطن اليمني ضريبة أكبر وتصبح الكلفة أكبر من ذي سابق. النقطة الثانية أعتقد التي هي مهمة في 2017 أن 2017 لم تشهد أي هدنة إنسانية، يعني صحيح. في 2016 و15 كانت هناك شهرين أو ثلاث يعني أشهر حصلت فيها هدنة إنسانية توقف فيها العملية ولو إسمية، يعني على الأقل انخفضت حدة الاشتباكات إلى حد ما، لكن 2017 ربما أستاذ براء أن الهدنة الإنسانية عادة النقطة ما الثالثة ترتبط لم تكن هناك أي عملية سياسية. نعم أيوة نعم، هي ترتبط عادة الهدنة الإنسانية مع المشاورات التي تقام. عام 2017 لم يشهد أي مشاورات سياسية، لكن اسمح لي أن أسألك أستاذ البراء، لما بعض المنظمات الحقوقية تستطيع الوصول إلى حيث تريد وقت ما تشاء وتجد صعوبة في الأمر وقت ما تشاء؟ يعني مثلا ما أشيع عما يحدث في منطقة السراريس، استطاعت كثير من المنظمات الوصول إلى هناك والشجب والند، ولكنها لا تستطيع الوصول إلى بعض المناطق التي تحصل فيها انتهاكات شديدة من قبل الحوثي، ما هو تفسيرك لذلك؟ يعني اولا انا اعتقد ان طبيعه في مبالغه بدور المنظمات الحقوقيه والمنظمات الانسانيه، لا يزال يرى يعني لا زال يرى للمشكله اليمنيه والمأساة اليمنيه انها ازمه انسانيه، وانه اذا كلما يعني استطعنا ان نخلق ضغط اكبر على الجهات المنخرطه في الصراع
من ناحية إنسانية سوف تحل المشكلة السياسية. وأعتقد أنا شخصيا أن هذه مقاربة خاطئة. الأزمة في اليمن ابتدأت منذ الانقلاب، وإذا لم يحل هذه المشكلة وهي مشكلة غياب الدولة وخروج السلاح عن سيطرة الدولة وانفلاته بهذا الشكل الذي نراه، لن تحل الأزمة السياسية، وبالتالي سوف لن تحل الأزمة الإنسانية. بالنسبة لهذه الحوادث اللي مثل ما ذكرتي الصراري أو غيرها، هناك مفارقة كبيرة، أنه عندما مثلا رادت الأمم المتحدة الدخول إلى محافظة تعز تعاملت مع السلطة المحلية. السلطة المحلية في تعز رغم ضعفها ورغم الكثير من الملاحظات حول أدائها، إلا أنها لا زالت يعني سلطة رسمية، لا زال يمكن التعاطي معها وفق الأطر الدبلوماسية والعرف الدولية. عندما تتعامل مع ميليشيات الحوثي أنت تتعامل مع ميليشيات بكل ما تعني الكلمة. الميليشيات طبيعتها منفلتة، لا تخضع لقانون، تخضع لمزاجية عالية، كل قائد ميداني هو من يقرر، هو صاحب الكلمة الفاصل في السماح لهذه المنظمة من العمل أو ذاك. بل أنه المناطق التي كانت بعض الأحيان قريبة من ميناء الحديدة حرمت بعض الأحيان، لأنه مثلا مزاج القائد الميداني في تلك المنطقة لم يسمح للمنظمة الإنسانية أو تلك المنظمة الإنسانية بالعمل. هذه هي المفارقة الأساسية. ولذلك نحن نقول وأشدد، المشكلة اليمنية إذا لم تعد مؤسسات الدولة سوف يدفع اليمني المواطن اليمني ضريبة أكثر مما نتخيل. نحن نتخيل أن الأزمة الإنسانية وصلت مداها، سوف نتفاجأ أن الأزمة الإنسانية ممكن أن تصل إلى مدى لم نكن نتخيله من قبل. نعم، إذا أعود إليك، ابقى معنا أستاذ براء. أعود إليك أستاذ هدى، النقاط التي طرحها الأستاذ البراء نقاط مهمة، وفعلا يعني هو هذا ما يحصل. هناك عدم تشخيص حقيقي لما يحدث في البلد، ولكن يعني أيضا الأمم المتحدة ومنظماتها على خلال يعني تنوعية أنها لا تستطيع، هل يعقل أنها لا تستطيع أن تحدد وجهة نظر موحدة؟ يعني لا تستطيع مثلا حين بعثت مبعوثها للشؤون الإنسانية أن يشخص الوضع حقيقة، حين لم يستطع زيارة عدن بسبب تفجير صنعاء بسبب تفجير تعز بسبب التفجيرات التي يعني حدثت له في الطريق، لم نجد أي تقرير واضح يدين ما تقوم به الميليشيا. هناك عادة مصطلح أطراف الصراع، ونحن نعلم يعني إلى أي مدى يسوء ذلك أو يأكل حقوق المدنيين في هذه الناحية. ما هو تعليق؟ للأسف المنظمات الأمم المتحدة ما زالت تتعامل مع ميليشيا الحوثي وكأنها سلطة أمر واقع في المناطق التي تسيطر عليها، لكن ينبغي عليها أولا أن تشخص ميليشيا الحوثي على أنها سلطة انقلابية امتلكت السلاح، وبالتالي شنت الحرب على جميع المحافظات اليمنية وفاقمت الأزمة الإنسانية، وبالتالي الوضع الذي نحن وصلنا إليه في يومنا هذا. المنظمات الدولية للأسف تكيل بمكيالين بالنسبة للوضع الإنساني في اليمن، وبالتالي ترصد الانتهاكات على حسب مزاجيتها لكي تدين طرف من الأطراف السياسية الفاعلة في الأزمة اليمنية. وبالسؤال الذي طرحتيه على الأستاذ براء شيبان، حقيقة هناك منظمات أيضا محلية يسمح لها من غيرها من المنظمات في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان حتى تثبت على طرف من الأطراف المتحاربة انتهاكات قد يضع الطرف الآخر في مأزق دولي. لكن للأسف هذه المنظمات المحلية ومنها أيضا المنظمات الدولية عليها أن تضع الضحية هو الأساس في الأزمة اليمنية، وهو الذي يدفع الثمن الأكبر، وهو الذي يدفع حياته مقابل هذه الحرب التي ألقت بظلالها على الإنسان اليمني بشكل عام. نعم، لكن أستاذة هدى يعني نعلم أن يعني ربما هي السياسة من توجه هؤلاء أو مثل هذه المنظمات، ما هو دور المنظمات الفاعلة والتي فعلا تضع الإنسان اليمني والانتهاكات التي تطاله نصب عينها فعلا، كيف يمكن أن توصل رسالته فعلا إلى العالم؟ أولا على المنظمات المحلية الفاعلة في الميدان رصد كافة الانتهاكات لكافة أطراف الصراع، وبالتالي أن تقف إلى جانب الضحية وليس إلى جانب الجاني.
عليها أيضا توثيق كل الانتهاكات التي تحدث في كافة المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. كذلك أيضا هناك انتهاكات منهجية انتهاكات في المناطق الأخرى نتيجة غياب سلطة الدولة، نتيجة الاختلالات الأمنية. أيضا على الناشط الحقوقي أن يراقب الوضع الإنساني بشكل عام، وأن يرصد وأن يوثق وأن يجمع الأدلة ويجمع البراهين انتصافا للضحية، وأن يجعل الضحية هو الأول والأخير في هذه الحرب التي لا ناقة له فيها ولا جمل. نعم، إذا شكرا جزيلا لك يا هدى سراري الناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. واسمح لنا أستاذ براء أنت وسادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير، ثم نعود إليكم. سنعيد بناء اليمن الجديد الذي يضم كل أبنائه. الآن 9 شهور ما في رادك. اجتاحت ميليشيا الحوثي عددا من قرى المديرية، هجرت ما يزيد عن 190 أسرة. وباء الكرة عاود الانتشار مرة أخرى في مدينة العين. يستمر الجيش الوطني ربما في موقف المتفرج والمترقب حتى اللحظة. سيطرت قوات الجيش الوطني على عدد من المواقع في مديرية نهم. هذا وقتل صالح على ايدي ميليشيا الحوثي بعد يومين من دعوته. باشرت الفرق الهندسيه التابعه للجيش الوطني نزع شبكات الالغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي المواقع المحرره. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ براء. أستاذ براء، على مستوى الجهود الإغاثية خلال العام المنصرم، هل تتوازى برأيك مع حجم المأساة الإنسانية التي مرت بالبلد؟ يعني هناك أموال خصصت وتم الإعلان عنها وهي مبالغ طائلة، برأيك يعني أين تذهب هذه الأموال؟ أستاذ براء هل تسمعني؟ نعم يبدو، نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ براء، وينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ مطهر البوذيجي المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان من الرياض. مساء الخير أستاذ مطهر. مساء الخير، مرحبا. أهلا بك وللزميلين براء وهدى، تفضلي. أهلا بك أستاذ مطهر. خلال عام 2017 أستاذ مطهر، ما الذي قدمه التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان؟ في البداية دعيني أقول لك أنه العام 2017 كان عاما دمويا بحق المدنيين في اليمن. نستطيع أن نقول أن قرابة 2513 من المدنيين سقطوا جراء الهجمات الخاصة من قبل الميليشيا الحوثي، وهذه الهجمات كانت مركزة بصفة أساسية على المدنيين، وعادة في المدن التي اندلعت فيها المواجهات وخاصة في مدينة تعز. وبالعودة لسؤالك، التحالف اليمني كجزء من المجتمع المدني اليمني قام بالعديد من الأنشطة والمشاركات التي أبرزت وأظهرت للرأي العام المحلي والدولي، وخاصة المنظمات الدولية العاملة والمعنية بتعزيز حقوق الإنسان. جملة الانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية ومنها العام 2017، ودعيني بالتحديد أقول أنه المشاركات الثلاثة في دورات حقوق الإنسان كانت أبرز هذه النشاطات. المشاركة في دورة 34 الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، و35 و36 تنظيم عديد من الندوات الخاصة التي تعرض مقبل الانتهاكات عبر تقارير متخصصة وعبر نشطاء محليين يستعرضون ويفندون للمنظمات والمهتمين والمعنيين. ومجمل وكذلك استطيع ان اقول اننا خلال العام 2017 نحن على مستوى التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان اصدرنا عدد 12 تقرير نوعي حقوقي متخصص يفند ويرصد الانتهاكات الخاصه بحياه حقوق الانسان والتعذيب والمعتقلين وتجنيد الاطفال وغيرها من الانتهاكات.
نعم أستاذ مطهر، ما هي أبرز الملفات التي اشتغلتم عليها والتي يعني حاولتم أن تنقلوا يعني رسالتها إلى المجتمع الدولي؟ يعني في البداية أو أهمنا الرئيسي كان هو إيصال صوت الضحايا والمنتهكين إلى أورقة المحافل الدولية، وأهمها مجلس حقوق الإنسان باعتباره فضاء مفتوح ودوري، وكذلك إيصال كافة البيانات المتوفرة والحصلنا عليها عبر شبكة راصدينا في الجمهورية اليمنية والبالغ عددهم 27 راصد إلى المقررين الخواص، وكذلك إلى بعض الآليات المعنية اللي هي مثلا لجنة العقوبات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان الخاصة باليمن التابعة لمجلس الأمن، وكذلك إلى بعض المنظمات المعنية والتي تشتغل بحماية وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وأهمها هيومن رايتس واتش والأمنستي العفو الدولية وغيرها من المنظمات. نعم. هذا في المجمل. وكذلك نحن نعتبر أننا يعني كجزء من المجتمع المدني، وهذه مهمة أساسية اللي هي أننا نرصد ونوثق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ونعتبرها خطوة أولى لتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة المحلية والدولية آجلا أم عاجلا. نعم، هناك من يعني يتهم المنظمات المحلية بالذات بالقصور لإيصال الرسالة للمجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق باللغات المختلفة، فهل يعني استطعتم أو تستطيع أن تقيم لي خلال عام 2017 مدى وصول يعني الرسالة هؤلاء الذين تم انتهاك حقوقهم إلى العالم؟ يعني إذا تحدثنا بشفافية أعتقد أن المجتمع المدني اليمني بظل الظروف الأمنية والمادية الصعبة خلال فترة الحرب الحالية، أنا من وجهة نظري أقيم أن عمله كان إيجابي. لماذا إيجابي؟ لأنه نحن نعمل في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه التعقيدات والصعوبات والتحديات، يعني هناك رفض منطقي ومهني لكل كافة الانتهاكات على مستوى الجمهورية اليمنية. عندنا قصور، وأنا يجب أن نعترف أن هناك قصور، وهذا القصور نحن نبرره بعدد من النقاط. النقطة الأولى مثلا المدن أو الحالات الصعبة التي تقع تحت سيطرة الميليشيات لا يستطيع راصدين الوصول إليها إلا بعد جهود مبنية. تعرض العديد من الراصدين للاعتقال والمطاردة والسجن، ولا زال عدد اثنين من الراصدين محتجز لدى ميليشيات الحوثي. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى أنه ميليشيا الحوثي في كثير من الأحيان تمنع المواطنين والنشطاء والصحفيين من الوصول إلى أماكن الاعتقالات للمناطق التابعة تحت سيطرتها، ولكن بالمجمل نستطيع الحصول عبر مصادر مختلفة على بيانات ومعلومات ترصد وتفند عديد من الانتهاكات التي تقوم أو ترتكبها ميليشيا الحوثي في المناطق التي تحت سيطرتها. يعني مثلا يعني اذا سمحت لي وسمح لنا الوقت ان نسرد بعض الارقام الخاصه بعام 2017، يعني عدد القتلى في صفوف المدنيين بلغ حوالي 2515 قتيل. تتصدر المدن هذه مدينه تعز، وبعدها تاتي محافظه لاحق، ثم عدن، ثم جبه، ثم مبارك، ثم الضالع. هناك اعتقالات واخفاء قسري وتعذيب، والاخطر انه بلغ تجنيد الاطفال خلال العام المنصرم 2017 بلغ عدد 870 حاله في مجمل العام 2017. نعم، للاسف الشديد يعني هناك العديد من الانتهاكات التي تطال هؤلاء المدنيين على تنوعها. شكرا جزيلا لك مطهر البذيجي، المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض.
عودة إليك أستاذ براء. أستاذ براء، كنت سألتك يعني قبل أن يفصل علينا الاتصال حول مسألة إعلان عن كثير من المساعدات التي تقدم لليمن، أرقام يعني كبيرة، ولكن ربما يعني ما يصل لا يرقى إلى مستوى الانتهاكات أو السوء الذي يعني يطال المدنيين، وخاصة في مسألة الجهود الإغاثية. كيف تعلق على هذا الأمر؟ طبعا أنا كنت أود أن أشرح في البداية أنه خطط الاستجابة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة كانت في ظرف معين أو حسب تقديرها للعام نهاية العام 2016. في عام 2017 كان يتدهور الوضع بشكل لا تستطيع المنظمات الإنسانية الاستجابة لهذا التدهور. النقطة الثانية والمهمة أنه عندما يعلن عن مساعدات لا يعني أن كل هذه الأموال دفعت. هناك التزامات التزمت بها دول كثيرة، ولكن لم تفي بكامل الالتزام إلى النهاية. تقول أنها مثلا ستلتزم ب 200 مليون دولار مثلا، ثم تدفع 100 ولتنتهي السنة بغير أن تدفع إجمالي المبلغ. النقطة الثانية والمهمة أن دور المنظمات الإغاثية والإنسانية، وهذه هي النقطة المهمة التي أحاول دائما أشرحها في كثير من المقابلات التلفزيونية، لا تستطيع هذه المنظمات الإغاثية استبدال الدور الحكومي مهما بلغ قدرتها، مهما بلغ كفاءتها، مهما بلغت أيضا خبرتها في العمل الإنساني. الدور الحكومي والدور المؤسساتي للدولة دائما يكون سابق، دائما يكون أفضل، وتكون نتائجه ملموسة لأنه يأتي من الداخل، دائما يعكس متطلبات الواقع. على سبيل المثال في هذه الأزمة الإنسانية الحالية قدرت الأمم المتحدة أنها تحتاج 2 مليار دولار. إذا قارناها فقط بكم كانت تنفق الحكومة اليمنية في الميزانية، تدفع الحكومة اليمنية كانت ما يقارب من 12 مليار دولار. 12 مليار دولار هي ميزانية الحكومة اليمنية، تدفع غالبيتها للخدمات وللموظفين في القطاع المدني والعسكري، بينما في المقابل نرى أن كل ما تستطيع الأمم المتحدة أن تقدمه لم يصل حتى 2 مليار، أعتقد وصل إلى مليار ويعني يحتمل مليار وشويه. ما في مقارنه عندما نرى هذه الارقام. النقطه الثانيه انه دائما الاستجابه الانسانيه هي لظرف محدد، هي انه مثلا هناك قريه او منطقه معينه تحتاج بعض المساعدات فتستطيع بعض الاحيان ان تصل اليها المساعدات، ولكن هذه ليست خطه دائمه. المشكله انه ينظر الامم المتحده انها قادره على ايجاد حل مستدام، وهذا اعتقد تقدير خاطئ. الحل المستدام دائما يكون ببرنامج كامل لاستعاده مؤسسات الدوله. اذا لم تعد مؤسسات الدوله وتعيد الخدمات الى المواطن، سيتضرر المواطن اليمني مهما كانت بلغت كفاءه المنظمات الدوليه. نعم، إذن شكرا جزيلا لك البراء شيبان، كنت معنا عبر سكايب من لندن، وأنت الباحث في مجال حقوق الإنسان. ينضم معنا أيضا الآن عبر الهاتف دكتور سمير الشيباني نائب وزير حقوق الإنسان من عدن. مساء الخير دكتور سمير. أهلا بك. مساء النور. أهلا بك. 2017 عام مثقل بالانتهاكات الإنسانية دكتور سمير، ما الذي قدمته الوزارة تجاه هذا الملف الثقيل؟ الوزارة قدمت كل ما تستطيع تقديمه حقيقة الأمر، من خلال أولا متابعة المنظمات الداخلة سواء المنظمات الدولية أو المنظمات الخيرية العالمية، وتمكنا طبعا من خلال العمل المشترك مع مركز الملك سلمان من توفير كميات من المواد المطلوبة. طبعا لم تصل إلى المستوى المطلوب، دائما طموحاتنا كبيرة، انما كما تعرفون ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. في الحقيقه قطن العرب هم الوحيدين الذين قدموا بالتزام مستمر الدعم الجيد الذي يصل الى مستحقيه. المنظمات الدوليه للاسف الشديد تداخلت عناصر سياسيه كثيره في ما يتعلق بتقديم الدعم، أثرت المواقف السياسية أيضا على طريقة توزيع المواد الإغاثة. لاحظنا أن كان هناك كثير من الإصرار على توصيل المواد الإغاثية من خلال الموانع التي أو المعابر التي تسيطر عليها الجماعة الإنقلابية،
الامر الذي ادى الى قصور كبير في توصيل المواد الى مستحقيها بشكل مباشر. ان لم نقل ان كثير من المواد والمبالغ التي قدمت للدراسه كان استخدامها استخدام كبير من قبل قوى الانتداب. لكن بشكل عام لا نستطيع الا ان نشكر تلك المنظمات التي قدمت لنا ما يمكن تقديمه. وانتم تعرفون ان احتياجات الشعوب المنكوبه وفي الازمات دائما تكون ايضا مطمع لكثير من المنظمات للاستثمار الخاص. حاولنا بالتنسيق مع منظمات الامم المتحده ان نجعل هذا الامر في حدوده الدنيا ونوسع امكانيه الاستفاده من الدعم القادم الى الشعب اليمني، لكننا لا زلنا بحاجه لان نقدم الكثير. علينا ان نعتمد على طاقاتنا، علينا ان نعتمد على شعوبنا او على شعبنا. هذا هو نعم. اسمح لي دكتور سمير، يعني الاعانات الى اصحابها. دكتور سمير، يعني ربما يستوعب المرء وجود انتهاكات قاسية في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الانقلاب بحكم أنها ميليشيا انقلبت على الدولة، ولكن ما لا نستطيع استيعابه وجود كثير من الانتهاكات في مناطق تسيطر عليها الشرعية، في مناطق يفترض أن تكون أصبحت في مأمن تام من وجود هذه الانتهاكات، ولا يخفاكم ملف المعتقلين وما يحدث فيه. أين وصلت وزارة حقوق الإنسان في هذا الملف؟ صحيح حصلت انتهاكات في المناطق الخاضعه لقياده الخير الشرعيه، لكن هذه الانتهاكات كانت في الحقيقه بحدودها الدنيا. تم متابعتها، الاعتقالات والسجون اللي تمت وفق، او السجن اللي تم وفق حاله اشتباه تمت متابعته. كل القضايا التي كانت محجوزه تقريبا تم اعداد ملفات بالكامل لها، الجزء الاكبر منها قدم بعد متابعه طبعا الحكومه ومتابعه جاده من خلال اللجنه المشكله من قبل الحكومه لمتابعه انتهاكات حقوق الانسان. تم وبشكل جدي العمل على اعداد ملفات وابلاغ اسر المعتقلين والتاكد من ظروف الاعتقال، وايضا التاكد من حقيقه ان هناك سجون غير خاضعه للدوله، وتم تسوية هذه المسائل بشكل يرضي في الحقيقة المعيار العام لقياس الحفاظ على حقوق الإنسان. صحيح لا زالت هناك بعض يعني الهينات أو بعض الضعف نتابعه بشكل جدي. أقول لكم الدولة لا زالت في طور جنيني، نسعى بكل جهودنا لأن نغطي هذا الملف تغطية كاملة. لا أرغب في أن أرسم صوره مغالطه او وهميه عن الواقع. المساله مساله معركه، والقياده الشرعيه تخوضها سواء في الداخل ضد اعدائنا او حتى ضد انفسنا التي يسول لها بالسوء ان نمنع اي انتهاكات لحقوق الانسان. لكن عليكم ان تدركوا تماما ان الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد يستدعي بعض الاحيان اجراءات سريعه قد تحصل خلال محاولة تسريع الإجراء سلوك يشبه إلى حد ما انتهاك حقوق الإنسان. الجيد أن الجهات التي تقوم بتلك الممارسات منفتحة علينا ونستطيع أن نصلح الأمور بشكل سريع. نعم، هذا ما نأمله دكتور سمير، يعني خاصة فيما يتعلق في مسألة ملف المعتقلين. أود أن أسألك ما هي خطتكم لعام 2018 في إيصال ملف حقوق الإنسان بجميع انتهاكاته إلى العالم وتصحيح الصورة النمطية المأخوذة عن الحرب في اليمن؟ فيما يتعلق بمسؤوليتنا إذا منع انتهاكات حقوق الإنسان خلال 2018، نحن في وزارة حقوق الإنسان نعد خطة لتأسيس قاعدة دائمة لخلق حالة من السياج ضد أي محاولات أو سلوكات تنتهك حقوق الإنسان. طبعا نحن كجزء من العالم الثالث، من العالم المتخلف، لا تخلو مجتمعاتنا من سلوك تصنف في إطار الانتهاكات. نحاول أن نمنع هذا ونؤسس بناء على هذا جهاز قادر على
منع وبحاله دائمه وبصوره دائمه منع ممارسات جهات حقوق الانسان فيما يتعلق بملف المعتقلين في المناطق التي تسيطر عليها القيادة الشرعية. لم تعد هناك إلا حالات قليلة صعبة صحيح مؤلمة، لكننا نبذل جهد لحلها وبالتواصل حتى مع أسر المعتقلين ونشرح لهم طبيعة ما يحدث. وأعتقد أننا في الطريق الصحيح، وأعتقد أن عام 2018 سيكون في أغلب الأحيان عام خالي من الانتهاكات لحقوق الانسان على الاقل في اطار المناطق التي تسيطر عليها القياده الشرعيه. نعم، اذا شكرا جزيلا لك استاذ دكتور سمير الشيباني نائب وزير حقوق الانسان، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، كما اشكر ضيوفي الذين كانوا معنا في هذه الحلقه السيده هدى الصراري الناشطه الحقوقيه، والاستاذ البراء شيبان الباحث في مجال حقوق الانسان، والاستاذ مطهر البذيجي المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد حقوق الانسان. كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعايه الله وامنه.